السلام عليكم. شوف انا اعمل عمليه اعاقه على كابيلري جي سي 8 هذا 054 تمام. الكمبرسر كام؟ اس سي 18 يعني اكبر من نص حصان، والكوندنسر نص عادي. هركب على ثلاجه كاونتر او ثلاجه عموديه بابين، يعني ما فيش منها ثلاجه، ثلاجه زي الثلاجه اللي هناك دي عموديه بابين، لسه متركب لها باب. شوف الخطوات، هنا عند الفلتر هنركب بلف، وهنا في طرف الكابيلري هنركب بلف تمام. وبعد كده هنشوف العاقه بتتعمل ازاي او بتتعمل ازاي. الحاج منير ده من الفنيين المميزين في الشركه ما شاء الله عليه. حاج حمدي خليك في الصوره بس معانا عشان انت من الناس المميزه بتاعتنا. راحت كبير طبعا اللغه اللي بيتكلموا بيها مع بعض اللغه الاردو، اللغه الاردو، لان في ده هندي وده بنجلاديش وده باكستاني. ثلاثة متر. أيوة ماشي. لا لا ما في داعي هنا منير بي. منير بي ما في داعي هنا. هذا ما في. لا ما في. بس ركب هنا جيت، ركب هنا جيت خلاص. هذا في الهواء. 150. هذا 150 هذا 250، احنا عايزين ال 250. فاستخدم ضغط الهاي يعني. او هنشتغل على عداد الضغط المرتفع يعني عداد الهاي. ببساطة زي ما احنا شايفين خراطيم العداد اللي هو الخط اللي في الوسط اللون الاصفر والخط اللون الاحمر اللي هو عدد الضغط المرتفع. ايوه هذا هنا وهذا هنا. ما تفرقش اي واحد. ها؟ اي ركب هنا. اي لا هلا كويس كويس زي ما انت زي ما انت. ركب. احنا كده بكل بساطة خدنا طرد الكمبروسر اللي هو بعد الفلتر، يعني الكمبروسر بيضغط على الكوندنسر وبعدين بيطلع الضغط من الكوندنسر على الفلتر الى الكابيلري. خدنا العداد، طبعا عندك العداد انت هتشتغل على خط الهاي، الخط الخط اللي في الوسط والخط اللي هو خط الهاي الاحمر. بتاخد تربط اي واحد فيهم على خارج الكوندنسر بعد الفلتر ومدخل الكابيلري وتشوف. مفتوح صح؟ شغل. هذا اوبن، هذا اوبن. طيب خلي مروحة. تمام هذا الحين كام؟ لسه ما طلعت. هيوصل معاك الضغط لتقريبا 160. دي ثلاجة او الدايرة دي كده بنستخدمها في ثلاجة المشروبات زي ثلاجة الكوكاكولا بالظبط.
طبعا على فكرة وانت مشاحن الفريون ممكن تلاقي الضغط ده لو انت شحنت فريون وعاكس ساكشن عامل 15 مثلا او 10، هتلاقي ان الضغط ده داخل في 200. ده لو انت كمان يعني ايه ده بس عن تجربة يعني، فانت مش مضطر تعمل ده كله. والدائرة اللي احنا شغالين فيها دي زي ما قلنا تلاجة مشروبات اللي هي البابين زي كوكا كولا اللي بتشوفها في السوبر ماركت، او ثلاجات الكاونتر بيكون فيها اعمال للمطاعم وكده. اتمنى نكون استفدنا من الفيديو الصغير ده. و 160 طيب خلاص كده دي الاعاقه يعني.